السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نيرسينج كير اوبيشن ويز مود ديس اوردرز. عندنا كي ووردز كده لازم نتعلمها في الاول، الديفينيشن بتاعت كل حاجة. المود ديس اوردر عندنا حاجتين، لا اما بيبقى ميجر ديبريشن ومعاه ايبيسود مانيا او هايبومانيا، لا اما بيبقى ايه يوني بيولر. هنشوف الاول يعني ايه ديبريشن. واحد زعلان شوية، لا ده باثوجينيك ستيت كاركترايزد باي، في داون في المود، في لو سيلف استيم، وفي نيجاتيف سيلف، وفي سيلف كونفيدنس، وفي سادنس وهوبلسنس، وكل الحاجات دي كلها. ماشي. ايه كمان نعرفها؟ المانيا. عباره عن ايه المانيا؟ فيها طبعا كاركترايزد باي اليشن وايفوريا ومود سوينجز بتوين الاليشن اند الاريتابيلتي وانفليتد السيلف، يعني حاسس ان بالجرانديوسيتي، يعني حاسس ان انا حاجه كبيره، حاجه عظيمه، ومعاها هايبر اكتيفيتي. الهايبومانيا بالظبط زي المانيا بس بتبقى بديجري اقل، يعني ما بحتاجش ان انا ادخل العيان بتاعي هوسبيتاليزيشن او ان هو ياثر لي على الفانكشن بتاعه والسوشيال بتاعه، ان هو ما يقدرش يروح شغله وما يقدرش يروح جامعته او هكذا، فبتبقى بدرجه اقل. طيب عندنا البايبولر نوعين. يعني ايه بايبولر؟ هو مجموعه من الكاركترايزد، مجموعه من الديس اوردر كاركترايزد بايه؟ ريكارنت. ريكارنت يعني ايه؟ متكرر. المانيك اور الهايبومانيك ابيسود، نوبات من المانيك والهايبومانيك بيجي معاها او ما يجيش، ايه الميجر ديبريسيف ديس اوردر. يعني ممكن النوبات دي يبقى معاها ميجر ديبريسيف او ما يبقاش معاها. كويس. طيب البايبولر ده لا اما بيبقى 1 لا اما بيبقى 2. 1 اللي هو بتبقى المانيا اللي احنا قلنا الديفينيشن بتاعها، اللي هي فيها ايفوريا وإليشن وكل الحاجات دي كلها. طيب بيجي معاها او ما يجيش معاها ميجر ديبريسيف. طب والبايبولر 2؟ بايبولر 2 بتبقى الهايبومانيا اللي بيبقى درجه قليله من المانيا ان يقدر يتعايش الكلاينت بيها من غير ان هو ما يحتاج ان ندخله المستشفى، ويبقى معاها او معهاش الايه الديبريسيف ديس اوردر. ماشي. طيب طب ممكن يبقى ايه كمان؟ ممكن العيان ده يبقى يوني بيولر. يعني ايه يوني بيولر ديبريشن؟ يعني عنده بس اكتئاب، طول الفتره عنده اكتئاب. وطبعا احنا عارفين ان الديبريشن ده ليها ديجري من مايلد ومودريت وسيفير. تمام. طيب الديبريشن ده ممكن يحصل في ايه؟ يعني واحد زعلان، واحد متضايق، اقول عليه ازاي ده عيان ديبريشن؟ طيب 5 سيمتومز لازم يبقوا موجودين عنده لمده اسبوعين متواصلين، السيمتومز دي موجوده على الايه الشخص ده. اول حاجه طول اليوم عنده ايه؟ سادنس، عنده ديمينيشت في الانترست، مش عنده اي اهتمام باي حاجه، لا عايز يقوم من سريره ولا يروح شغله ولا اي حاجه، عنده داون في المود. طيب دلوقتي بقى هنتكلم على الدياجنوزس اللي المفروض نشوفها على العيان نقدر نقول عليه ده عنده ديبريشن ولا ما عندوش ديبريشن. 5 حاجات من الحاجات اللي هنقولها، هنقول كذا حاجه بس لو اتوفرت فيه 5 حاجات لمده اسبوعين متواصلين ليل ونهار بالمود ده، نبتدي ان احنا نشخص العيان ده عنده ايه سيفير ديبريشن. عنده ديبريسد مود، عنده ديمينش في الانترست لكل حاجه في اليوم بتاعه، لا قادر يقوم من سريره ولا يروح شغله ولا ياكل ولا يشرب ولا يغير هدومه ولا يعمل الهيجين بتاعه. عنده انهدونيا، يعني ايه؟ الحاجات اللي كانت بتبسطه الاول ما بقتش بتبسطه دلوقتي. ايه كمان؟ بنشوف سيجنيفيكانت لا اما ويت لوس لا اما ويت جين على حسب كل شخصيه. يعني في ناس بتبقى مكتئبه او متضايقه بتاكل كتير، وفي ناس بتبقى ملهاش نفس خالص تاكل. ايه كمان من ضمن الكرايتيريا ديت؟ عنده انسوميا، لا اما هايبر سوميا، لما بينامش لا اما بينام فترات طويله، طبعا هو مش قادر يقوم من سريره متضايق، مش حاسس ان الحياه ليها لازمه، فبينام ساعات كتيره مش فارقه معاه. سايكو موتور ريتارديشن، ما بيقدرش يتحرك، حتى الكلام قليل جدا ان هو يحس بيه، حاسس بالجلتي فيلينج، حاسس ان هو ورث ليس ناس، يعني ملوش اي قيمه، كل الحاجات دي.
عنده مشكله في الكونسنتريت، في الاتنشن، عنده مشكله كمان اللي هو في السوشيال اوكيوبيشنال، ان هو يتعامل مع الناس ويتكلم مع الناس والحاجات دي كلها. وبتلاقي صعوبه الطلبه لما بتنزل وتتعامل مع عيان ديبريشن، ما بيقدر ديبريشن ما بيقدرش يقوم يشتغل معاها او يتكلم معاها او ان هي تاخد منه داتا او تتعامل معاه، لانه بيبقى سايكو موتور ريتارديشن، صعب قوي ان هو يتحرك من مكانه، ان هو يتكلم، ان هو ايه تعمل معاه اي اكتيفيتي. ماشي. ايه كمان في السيمتومز دي؟ لازم برضو في السيمتومز ديت ان هو عشان اقول عليه ديبريشن ما يبقاش معاه ايبيزود تانية، ما يبقاش معاه مانيا او هايبو مانيا زي ما اتفقنا. لازم ايه كمان؟ السيمتومز ديت بتسبب لي امبيرد في السوشيال والاوكيوبيشنال فانكشن. يعني ما ينفعش واحد مثلا حزين وزعلان ومقلدم كده بس بيروح شغله وبياكل وبيشرب وبيتحرك، ما اقولش عليه ان هو ديبريشن. خلاص هو ما دام بيتحرك والحياه بتاعته ماشيه تمام، يبقى خلاص هو ده مش ديبريشن العيان ده. ايه كمان؟ ما ينفعش ان هو يبقى مثلا سكندري حاجه تانيه، يعني مثلا واخد سبستانس والسبستانس ديت مأثر على المود بتاعه، هو تحت تأثير ان هو الفترة دي يأثر على المود بتاعه، ما ينفعش ان انا احكم عليه في الفترة دي الا لما يبقى ايه السبستنس دي خلاص انتهت من البلد عنده، وابتدي ان هو يبقى في الفترة اللي احنا اتفقنا عليها اسبوعين متواصلين كل 5 حاجات من اللي انا قلتهم دولت يتوفروا على العيان، فاقدر اقول عليه ان هو ايه ديبريشن. في حاجات سايكولوجيكال بقى بتبان عليه، هو طبعا ديب سنس للفيلينج اوف سادنس، يعني حزن عميق، يعني مش مجرد ان هو زعلان، ده زعلان قوي 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 لدرجه ان هم بيبقى هاين عليهم حياتهم ان هم ينتحروا من كتر الحزن في السيفير ديبريشن. ايه كمان؟ تندنسي للسوشيال ويزدرول، هو مش عايز يتعامل مع الناس، عايز يقعد في اوضته ويقفل على نفسه الباب ويقعد في الضلمه. حتى النيو تريند ان هم يعالجوا عيان الدبريشن ده ان هو بيعالجوه باللايت، ان هو ضوء الشمس ده عشان يبتدي ان هو خلايا دماغه تشتغل، وان هو بتدي له الحياه، تدي له التفاؤل، تدي له الحركه، كل الكلام ده كله. عنده جولتي فيلينج، عنده الصوت بتاعه ان هو سيلف ديستراكشن، يعني نفسيته طبعا متدمره، مش ممكن يبقى معاه ديلوجن كمان. في حاجات برضو سيماتوك سيمتومز بتبان عليه، طبعا بيبقى فاتيج، سايكو موتور ريتارديشن اللي احنا قلناها، ديستربنس في الابيتايت زي ما احنا قلنا، وبيبقى عنده امبيرد في الليبيدو. طيب نقدر نقول السبب بتاع الدبريشن ده ايه؟ يعني نقدر نقول ايه الاسباب اللي تخلي العيان يوصل لدرجه ان هو يبقى مكتئب؟ طبعا الاكتئاب ده مش بايده، مش انا ابقى زعلانه شويه اقول لا، ده الاكتئاب باثوجينيك. باثوجينيك يعني حاجه مش بإيد الإنسان إن هو يعملها، ده هو فيه لخبطة في الإلكترولايت بتاع البرين بتدي السيمتومز اللي إحنا قلنا عليها دي كلها. طبعًا عشان يلاقوا إيديولوجي للموضوع ده، في ثيوري ابتدت إن هي تفسر إن العيان ده ليه ده بيبقى ديبريشن وده ليه ما بيبقاش فيه. قالوا إن هو في نيورو ترانسميترز مسؤولة عن البليجر ومسؤولة عن السعادة ومسؤولة عن التفاؤل والامل والحاجات دي كلها، زي ايه؟ زي النور ابينفرين والسيرتونين والدوبامين، الحاجات دي كلها بيبقى عنده ايه فيها مشكله وامبيرمنت فيها، بتبقى كلها ايه هايبر. ايه كمان؟ في فاميلي ستادي. فاميلي ستادي ازاي؟ يبقى عنده مثلا حد من الاب او الام عنده ايه الديس اوردر ده، فبيطلع ان هو ممكن يحصل له الكلام ده من 10 ل 25%. طب لو الاب والام الاثنين، يعني لو واحد من الوالدين هيبقى من 10 ل 25%، لو الاثنين هنضرب ايه الرقم ده في 2. قالوا كمان التوائم، في عندنا مونوزايجوت وايه ودايوزايجوت. طب المونوزايجوت اللي هو التوائم المتماثله، قال لك نسبه بتبقى فيها كبيره جدا من 70 90% ان ممكن يحصل له الموضوع ده، او ان هو الدايوزايجوت اللي هي التوائم غير المتماثله بيبقى نسبته قليله من 15 لايه 35%. النيورو اندوكراين ده بيقول لك بيبقى فيه ابنورماليتي. الابنورماليتي دي العيان الدبريشن بيبقى عنده انكريس في الكورتيزول سيكريشن، لان عنده ستريس وعنده حزن وعنده زعل، فالكورتيزول بيعلى. الكورتيزول لما بيعلى بيعمل ايه؟ ابنورماليتي في الايه؟ بيعمل هايبر اكتيفيتي في الهايبوثالامك بتويتري ادرينال اكسس.
ايه كمان في كوجنيتيف ثيوري، نتيجه اللي هو حاسس ان هو ولا ليه قيمه، وان ونظرته متشائمه للبكره، وان اي حاجه بيعملها فاشل فيها. كل الحاجات دي السيلف ايفالويشن بتاعه قليل، واقع جدا وقليل جدا. فابتدي ان هو الكوجنيتيف هو حاسس بنفسه كده، فالبيهيفير بتاعه كده. الكوجنيتيف هو اللي بيأثر على البيهيفير، بيخلي البني ادم بيبني السلوك ده بتاعه. لو هو حاسس ان هو ملوش لازمه وفاشل والدنيا سودة ومش هيحقق اللي هو عايزه، بيبتدي ان هو ايه ينهي حياته، لانه مش حاسس ان هي ليها قيمه. طيب نقدر نقول كمان ايه، في عنده الترنيشن في السليب. يعني ايه؟ عنده الديب سليب ده، بيبقى عنده في الديب سليب ده هو بيبقى عنده نكتورنال اروزال وديكريس في التوتال سليب تايم. بينام بيبقى انكريز في الايه، ان هو يصحى كتير وهو نايم، بيجي له نومات صحيان. عنده قلق، مش قادر ينام كويس. ما هو عشان ينام كويس نفسيته وجسمه هيرتاحوا. ايه كمان في سايكو سوشيال كمان فاكتورز. ايه سايكو سوشيال فاكتور؟ الاستريسورز، قاعد في بيئه كئيبه ما بيشتغلش، حب حد وسابته راحت لحد غيره. يعني كل الحاجات اللي بنمر بيها كلنا، اي مشاكل زي دلوقتي مثلا الناس كلها مكتئبه وخايفه عشان فيروس كورونا ومش عارفه ايه، كل الحاجات دي بتاثر على نفسيه البني ادم. في بيرسوناليتي فاكتور، قال لك كمان الاشخاص اللي هم بيبقوا هيسترونيك وانتي سوشيال وبارانويد بيرسوناليتي اكتر واوبسيسيف، اكتر الناس ان يحصل لهم ديبرشن. طيب احنا دلوقتي شخصنا ده عيان ديبرشن، انا اعمل ايه؟ البريوريتي بتاعت عيان الديبرشن ايه اللي النيرس لازم تبقى واخده بالها منها؟ اهم حاجه ان هو ما يوصلش للسوسايد اتمبت، ما العيان ده ما ينتحرش، اهم حاجه حافظ على حياته. طيب انا دلوقتي هيجي لي العيان، انا هعمل له الابلكيشن بتاعي. طبعا احنا بنعمل الاوبزرفيشن شيت اللي احنا بنعملها، وبناخد كل الاسسمنت، بناخد الهيستوري، بناخد الديجري بتاع الدبريشن مايلد ولا مودريت ولا سيفير، بناخد كل المعلومات عنه، بنعمل اسس للافكت للبروسيس للثينكينج لكله، كل حاجه للسايكوموتور كله. ايه كمان الاساس الكوميونيكيشن، طبعا العيان ده بيبقى صعب تاخد الكلام منه بالعافيه. ماشي طيب عرفنا دلوقتي وخدنا الاسسمنت بتاعنا. تاني خطوه بنعملها ايه في النيرسنج كير بلان؟ الدايجنوزس. اهم حاجه عندي في الدايجنوزس لما اقول لك ايه البريوريتي بتاعت عيان السكيزوف سوري عيان الدبريشن، ايه البريوريتي بتاعنا اللي هو ايه؟ سيلف دايركت ريليتد. ايه سيلف دايركت؟ ايه سيلف دايركت فايلنس، سيلف دايركت ان هو ممكن يحصل له سوسايد ريسك انكريز. ماشي دي اهم حاجه عندي. تاني حاجه بقى اي حاجه يعني مش مشكله، هو اهم حاجه اللي انا بخاف منها ان هو يحصل له سوسايد اتمت. في عندنا حاجات تانية زي الكورونيك لو سيلف استيم، ديس فانكشن في الجريفنج، ريتد المالتيبلاي لوسز افكت كتير، حاسس ان حياته كلها حاجات كتير فقدها ومحققش اي نجاحات، عنده هوبلسنس، عنده الترد في السكشواليتي. لما انا مثلا اقول لك الجيني 3 دايجنوز، اهم حاجه تحطها لي ايه؟ ريسك فور ايه؟ هارم سيلف يور سيلف. ماشي ايه كمان بعد كده؟ هو بقى عندنا الترد في السكشواليتي، الترد في النيوتريشن. طيب حاجه مهمه كمان، العيان اللي بياخد انتي ديبريزنت ميديكيشن بيبقى عنده كونستيبيشن، فتملي ان احنا نديله هيلث ايدوكيشن اباوت الايه الكونستيبيشن دي. طبعا هو عنده مشكله في الديسيجن ميكنج، والنتيجه اللي عنده سيلف ايفالويشن نيجاتيف سيلف ايفالويشن وباور ليسنس، عنده انكاباسيتي تو ميك اي ديسيجن، ما يقدرش ياخد قرار. طبعا عنده برضو مشكله في السيلف كير، لان هو عنده الحركه بتاعته بطيئه، الكلام بتاعه بطيء، مش قادر يتحرك من مكانه، عنده لوس في الموتيفيشن، كل الكلام ده كله بيبقى عنده ايه مشكله في السيلف كير، كباسنج ودريسنج وفيدنج وتواليتنج وكل الكلام ده كله. فلازم احنا الدياجنوزس دي نبقى عارفينه على اساس ان احنا هنعرف هنشتغل مع ايه النيد بتاعت العيان بتاعتي، وهبتدي ان انا اعمل له نيرسنج كير بلان. ستي باورز سنس، عنده ويزدرول سيمتومز، الترد في الصوت، امبيرد في السوشيال انتر اكشن، دي مهمه برضو جدا، امبيرد في السوشيال انتر اكشن. العيان ده ما مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يعمل اي اكتيفيتي مع النيرس اللي هي بتشتغل معاه.
برضو ممكن سبب كبير برضو الان افكتيف فاميلي كوبينج، عنده مشكله برضو مع الفاميلي كوبينج بتؤدي الى ايه سيفير ايه ديبريشن. طيب النيرسينج انترفينشن انا بس ببتدي اشتغل معاه ازاي؟ اهم حاجه، اهم حاجه ان احنا قلنا لنا في البريوريتي ان هو ممكن يحصل له سوسايد اتمت، فاعمل ايه؟ اعمل له سيف انفايرمنت. اعمل ايه السيف انفايرمنت؟ اول حاجه كلوز اوبزرفيشن، كلوز اوبزرفيشن، كلوز اوبزرفيشن، بمعنى ان انا كل 15 دقيقه ابقى ايه متابعه معاه، واخده بالي منه. وبرده انا بخش له في اوقات هو ما بقاش يعني يقدر يحكم عليها، لان اوقات مختلفه، مش ان هو مثلا بعد نهايه الشيفت او انا بسلم الشيفت او مش عارفه ايه، لا انا اخش له في اوقات كل مره مختلفه عن الايه، عشان ما يبقاش عارف امتى ان انا هاجي ابص عليه او الكلام ده كله. ايه كمان؟ ابعد عنه اي حاجه ممكن تاذيه. زي ايه بقى؟ زي السيزورز، زي النايفز، زي البروكن جلاسز، زي الماتشز، زي اللايترز، زي الكلينيك كيميكالز. ابقى مخليه بعيد كمان هو بياخد الشاور، الحاجات بتاعت ممكن يأذي نفسه اثناء الباث روم. ما يقفلش الباب، او ان هو لو اتاخر ان انا يعني اخبط عليه عامل ايه مش عارفه ايه، لازم يكلمني كل الكلام ده كله. اخلي بالي ان هو ممكن وانا بديله العلاج ما يبلعوش، يبتدي ان هو يحوشه، يحطه تحت لسانه ويتظاهر ان هو بلعه ويحوشه، ياخد اوفر دوز فينتحر. حاجات اللي كمان ممكن تأذيه، لما احنا بننزل مثلا، بننزل العملي بيطلبوا بقى مننا حاجات، ممكن تطلب منك اشارب، ممكن تطلب منك توكا، ممكن تطلب مش عارفه ايه. كل الحاجات دي اخلي بالي ان انا ما اجيبلهاش حاجه ممكن تشنق بيها نفسها. ماشي. كمان اخلي بالي ما موعدش لما وفي يعني، ما وما ينفعش اجيب لعيان واحد الا لما ايه يبقى كل العيانين ايه زي بعض. ايه كمان؟ بخلي بالي من العيان. طبعا بعمل معاه اكسبتنس عشان انا اخلي العيان يبقى فيه ثقه معايا والكلام ده كله. بعمل له، بدخله في اوكيوبيشنال وريكريشنال اكتيفيتي. ايه تاني؟ بعمل له هيلث ايدوكيشن اباوت الكوبينج، بعلمه حاجات الكوبينج، حاجات الكوبينج كتيره، ستريس مانجمنت، ريلاكسيشن تكنيك، بروبلم سولفينج، كل الكلام ده كله. بعمل فولو اب كويس مع العيان عشان لما اجي اعمل له نيرسينج ديسشارج تبقى نيرسينج ديسشارج ايه قويه. ايه كمان؟ بحسن السيلف استيم. هو عنده سيلف استيم ضايعه، ازاي بحسن السيلف استيم؟ النتيجه ان انا بقضي وقت مع عيان، درست العيان، اكسبتنس للعيان، ما بتديش اعمل له كراتيسيز، اقسم له التاسك حاجات صغيره بيعملها، ابتدي ان انا اشجعه لما يعمل التاسك ديت، يعني اتملي اعمل سترينس على الحاجات السكسسفول والاكسبيرينس اللي هو عملها. ما ابتديش ان انا يعني ايه اقول له على فشله او ان هو حاجه ما عرفش يعملها. ببتدي ان انا ديفرت الاتنشن بتاع العيان لما بيبقى عنده ديليوجن او هالوسينيشن. بعمل له موتيفيشن ثيرابي. موتيفيشن ثيرابي ان انا لما يجي يعمل اي حاجه ببتدي ان انا ادي له حاجه بسيطه كده اهوت، اكافئه بيها، اشجعه، كل الكلام ده كله. بعمل له بوزيتيف ايه ريسبونس للعيان وفيدباك. طيب نرس تعمل ايه كمان؟ بحسن له كمان السليب باترن. احنا قلنا اللي عنده مشكله في السليب باترن، فانكرج ان العيان ده هو ما ينامش ليش بالنهار، ما ياخدش ناب بالنهار، الدي بتاعه ما يفضلش طول النهار نايم في السرير، هيجي بالليل مش قادر ينام، لازم يقوم يخش الحمام، ياخد باسنج، ياكل في ميعاده، يخش الجنينه، مش يشتغل معايا في الاكتيفيتي. ويجي بالليل ابتدي ان انا اعلمه حاجات بقى ريلاكسيشن تكنيك، يبتدي ان هو ايه يعملها، فبتساعده ان هو ايه ينام. بدي له هيلث ايدوكيشن برضو على حاجات السليب ديس اوردر، زي ان هو مثلا يخش في النوم بسرعه، ايه الحاجات اللي ياكلها، ايه الحاجات اللي يعملها، يلعب شويه اكسرسايز بسيطه بالليل قبل كده، كل الكلام ده كله. بقلل له الستيمولس، انفايرمنتال ستيمولس حواليه. ما يشربش كافي، ما يشربش تي، كل الكلام ده كله. بالليل يقل، يبقى فيه سوفت ميوزك، كل الكلام ده هو بيحسن ان هو ايه يخش في النوم بسهوله. طبعا العيان ده بيبقى عنده الترنيشن في النيوتريشن، فطبعا اهم حاجه بحسن له الامبروف في الايه في النيوتريشن، بشوف الانتيك والاوت بوت بتاعه، حاجات هاي كالوري بديها له فيها بروتين زياده. بنوزن العيان كل اسبوع. ما ينفعش ان انا اقول له انت لو ما اكلتش هتموت، فهو لو عايز يموت نفسه مش هياكل، ما ينفعش اقول له كده.
ما ينفعش كمان ايه ان انا ايه اسيبه برضو طول اليوم كده من غير ما ياكل. انا بقسم له الوجبات بتاعته، بدخله معايا في اكزرسايز، انا بعمل له بلان في اليوم بتاعه، يعمله ايه حاجات فيها فايبرز بديها له عشان الكونستيبيشن. احنا قلنا بيبقى عنده سكندري سيمتومز للميديكيشن اللي بياخدها، الانتي ديبريزنت، اللي هو بقى عنده كونستيبيشن، فادي له حاجات فيها ايه هاي فايبرز والكلام ده كله عشان تحسن الايه الكونستيبيشن. طبعا هو عنده مشكله في الكوميونيكيشن والسوشيال انتر اكشن، ما ينفعش ان هو اقول له تعالى العب معايا، وتعالى مش عارفه اعمل الاكتيفيتي دي، تعالى شارك معايا في ايه، واقول انا مش قادر واروح سايباه وماشيه وما اجيلوش تاني. لا، انا بعمل له انترفال طول اليوم، اروح اقعد معاه شويه، حتى لما بيتكلمش افضل جنبه واسيبه وارجع له، واسيبه وارجع له. بعد يومين ثلاثه يبتدي ان هو يشارك معاه ويشتغل معاه. بشجعه كمان ان هو يعمل سكيدول للاكتيفيتي بتاعته، والفيزيت بتاعت الفريندز والايه والريليتيفز بتاعته ديت، لو كانت هي هتحسن المود بتاعه. احنا كده خلصنا الدبريشن. اهم حاجه، اهم حاجه بخلي بالي منها، احنا خدناها كده بريوريتي، خدنا اول حاجه ان هو العيان ده نخلي بالنا من السوسايد اتمبت، ان هو ممكن يقول لي كلمه وانا تبقى يعني اطنشها، مش واخده بالي منها، ان هو مثلا يقول لي الحياه ملهاش لازمه، فالكلمه دي معناها ان هو العيان ده داخل على ايه، ان هو هيموت نفسه، او يبقى مثلا حزين حزين، ومره واحده يصحى الصبح فرحان ووزع في حاجته، معنى كده خلاص خد قرار ان هو يموت نفسه. فكل الحاجات دي اخلي بالي من البيهيفير، اخلي بالي من الكلام بتاعه، مهم جدا عشان احافظ على حياه العيان. السوسايد اتمت دي مهمه جدا. طيب ايه كمان قلنا؟ هنحسن السيد ديس اوردر، هنحسن الكوميونيكيشن، هنحسن النيوتريشن ديستربنس، كل الكلام ده هو زي ما احنا اتفقنا. الكونستيبيشن هنحسنها ان احنا نديله اديوكيشن، ياخد حاجات فيها في فايبرز كتير، اكلات فيها فايبرز كتير، نحسن النوم ان هو زي ما احنا اتفقنا كل الكلام ده كله. طيب هناخد المانيك ديس اوردر. احنا قلنا ده عباره عن ايه؟ المود ديس اوردر بيتارجح ما بين الدبريشن والايه والمانيا. طيب احنا قلنا الدبريشن لان ده ممكن يبقى يوني بيولر دبريشن. طب المانيا احنا قلنا ليها تايبز، احنا اتفقنا المانيا ليها هايبو، ليها تايب 1 وتايب 2، باي بولر 1 وباي بولر 2. الباي بولر 1 اللي هي بيبقى فيها مانيا ومعاها سيفير او ميجر دبريشن، معاها او معاهاش، ماشي. البايبولر 2 بيبقى ايه؟ هايبومانيا، اللي هي بديجري اقل ايه من المانيا، سهله جدا ان احنا نحفظها. طب ايه السيمتومز اللي العيان يعمله قدامي؟ اقول العيان ده مانيا، الفيتد للمود، ايفوريا، اليشن، عنده اريتابيليتي، انفليتد للسيلف استيم، حاسس نفسه جرانديوزيتي، حاجه ما حصلتش يعني، عنده هايبر اكتيفيتي، هايبر اكتيفيتي، ومش قادر ينام، ومش قادر ياكل، ومش قادر يقعد، واجيتيشن، سايكو موتور اجيتيشن، وبريشر في السبيتش، اتكلم بسرعه بسرعه، عنده فلايت في الايديم، عنده ديليوجن هالوشينيشن، كل الكلام ده كله، اكسسيف في حاجات كتير، بيجر اكتيفيتي، عايز سعيد مبسوط جدا، عايز يعمل حاجات كتير كتير كده، يشتري كتير، يقضي وقت في الميك اب، تحط ميك اب بطريقه كبيره جدا، الوان زعقه جدا بتحطها على بعضها، بتبقى واضحه ان هي حاجه بيزار بيهيفير يعني. ماشي. ان ابروبريت في الدريس بتاعها، بتلبس حاجات اللي هي تمشي مع الصيف، ولا يعني في الصيف تلبس حاجات الشتاء والشتاء تلبس حاجات الصيف، او الالوان ما تتناسبش خالص مع السن، او اي حاجه تانية تحس ان هي فيها بيزار ايه بيهيفير، وعندها سودتيف بيهيفير، عنده او عندها يعني سودتيف بيهيفير اللي هو ايه السلوك اللي هو تخلي اللي قدامها ينجذب ليها. طيب ايه السبب ان العيان ده يحصل له مانيا؟ اول حاجه اللي هي كيميكال امبالانس. كيميكال امبالانس حاجه تانيه برضو، قال لك الميجر ستريسور. ايه كمان في سيوري؟ قالت لك مثلا لو يحصل مثلا لوس في البيرنت، مثلا بيحصل في ان هو من كتر ما هو عنده ديبريشن فخايف يخش في الديبريشن، فايه يتجه الى ناحيه المانيا والحاجات دي كلها، فاميلي وسوشيال واوكيوبيشنال واديوكيشنال ديسفانكشن، ماشي. دي كوزز. طيب الابلكيشن اللي انا هعمل له نيرسنج كيت بلان، اهم حاجه انا خايفه ايه من العيان ده؟ احنا قلنا في العيان الدبريشن انا خايفه ان هو يؤذي نفسه، في العيان المانيا انا خايفه ان هو يؤذي غيره، لانه ممكن يضرب او يكسر او يعمل لي اي مشكله في الاسم بتاعي، ممكن يضرب حد من زمايله او حد من الستاف، او يضربني انا شخصيا وانا شغاله معاه. فاهم حاجه عندي في العيان ده اعمل ايه؟
طبعا احنا في الاول بنعمل اسسمنت زي ما اتفقنا، اللي هي الاوبزرفيشن شيت اللي احنا بنعملها دي، وبنعمل اسسمنت لكل حاجه، بنشوف السوت كونتنت اللي هو طبعا عنده فلايت اوف الارجيا وكل الحاجات اللي احنا بنعملها اوبزرفيشن شيت، خلاص اتفقنا عليه. العيان ده كمان عنده ايه، بول في الهيجين وهايبر اكتيفيتي وديكريس في السليب، مش محتاج ان هو ينام، ان ابروبريت بزار دريس وسوداتيف بيهيفير. كل الحاجات دي تدخلني في ايه، ان انا اشوف النيت بتاع العيان ايه عنده. بقى في الدياجنوزس اهم حاجه ان هو بيبقى عنده ايه، بوتنشال فور فايلنت دايركتد ات اذر، انا خايفه ان هو ياذي الاخرين. برضو عندي سليب باترن ديس اوردر، عنده امبيرد في السوشيال، عنده امبيرد في السود بروسيس، عنده ان افكتيف ديناين ريليتد تو ليك في الانسايت، عنده الترد في السكشواليتي، عنده امبيرمنت في الجاستمنت ادجاستمنت. طيب انا هطبق معاه النيرسينج كير ازاي؟ اول حاجه اعمل له سيف انفايرمنت، برضو اعمل له سيف انفايرمنت، اعمل له سيف انفايرمنت، بس المره دي بقى ان انا هخلي بالي ما احطش الحاجات الشارب دي عشان ما ياذيش الناس بيها. ايه كمان؟ هخلي المكان مش متكركب، ما اخليش فيه حاجات صاخبه، ما اخليش فيه حاجه تثيره. لو هو مثلا اشجع العيان اللي هو ايه اكسبريس الفيلينج، لو عنده انكزايتي، لو عنده انجل، لو عنده فير، ادخله في جروب اخليه يتكلم، اخليه اكسبريس الفيلينج بتاعه، اخليه يعبر عن نفسه، اعمل له بلاي ثيرابي، كل الكلام ده كله، اخلي اكلمه صوت واطي، اخلي المكان كالم، اخلي الانفايرمنتال كالم، افويد الكومبيتيتيف اكتيفيتي. يعني ما ينفعش ان انا اعمل اتنين قصاد بعض ومين يكسب ومين يعمل، هتلاقيهم يكسر المكان. ماشي. طيب الفسيولوجيكال نيد، اهم حاجه ان انا اخلي بالي من الفسيولوجيكال نيد. طبعا هو ما بيقعدش دقيقتين على بعض، هياكل ازاي، يقعد ازاي، ينام ازاي، كل ده عنده امبرد فيه، فلازم اخلي بالي ان انا ايه اهتم بيه، ان هو تاكل او تبوت ياكل، اعمل الامبورتنت ادوكيت البيشنت على امبورتنت اديكويت نيوتريشن، لو مش قادر ان هو ياخد الوجبه بتاعته بقسمها له خلال اليوم ان هو ياخد حاجات بسيطه منها، بشجعه ان هو ياكل ويشرب واوزن وزن العيان بتاعي. اهم حاجه في العيان عندي اعمل ايه، اسيست البيشن ان ميتنج بيزك هيومن نيد. طبعا هيومن نيد اللي هو الانتيك والاوتبوت، الفود، النيوتريشن، الهايجين، السليب ديس اوردر زي ما احنا اتفقنا، واتكلمنا على عين الدبريشن برضه هدي له هيلث اديوكيشن اباوت كده. هخلي العيان بتاعي ده يعني بعد الطاقه اللي عنده ملهاش بيربوس، لا هخليها ليها بيربوس، هقسم له جولز، هخليه يشارك معايا في الاسم بتاعي، لو يقدر ان هو يقوم يعمل مثلا البيد ميكنج مع مرضى تانيين، لو يقدر يعمل اكزرسايز معايا، يرسم، يعمل ريكريشن. يعني انا اوجه القوه والهايبر اكتيفيتي اللي ممكن تدمر لي، لا انا اخليها بحاجه بناءه وفعاله، يقدر ان هو يشتغل معايا ويطلعها في حاجه ما تعملوش اي مشكله. هبقى حاطه في دماغي ان هو لو ما قدرش، واحنا هنبقى عاملين كده، يعني لو ما قدرش ان هو يتحكم وكنترول في السلوك بتاعه، هبتدي ان انا ايه اعمل له، لا اما اكسكلوشن، اعزله، احطه في مكان، لا اما هيتربط، كل الكلام ده كله نبتدي ان احنا نبقى مفاهمين واحد اتنين تلاته. ممكن ياخد طبعا العيان ده ممكن ياخد اي سي تي، ببقى مخليه بالي طبعا احنا عندنا نيرسينج كير الاي سي تي بيفور وافتر وديورنج، لازم الكير بتاع العيان ده. العيان ده بياخد ممكن تراي سايكليك، ممكن ياخد مونو اوكسايد انهيبيتورز، كل الحاجات دي اللي هو بياخدها للدبريشن، انتي ديبريشن، مونيتور للليثيوم، لان الليثيوم لو زاد ممكن يعمل لي توكسيسيتي، فخلي بالي من الليفل بتاع الايه الليثيوم. اخلي بالي كمان ايه، ادوكيتد بيشنت فولو اب، يعمل فولو اب وميديكيشن، ياخد الميديكيشن بتاعه وافهمه عن مرضه، اعمله نيرسنج ديسشارج كبيره، وافهمه ايه اللي ممكن يحصل له لو ما خدش العلاج، لازم يخلي باله ان هو يعمل مونيتور للليثيوم بره، ياخد الجرعات في ميعادها، لو نسي جرعه طب امتى ياخد الجرعه ديت، كل الكلام ده كله، ما ياخدش جرعتين في يوم واحد، يعمل تحاليل، كل الكلام ده كله. طيب احنا عندنا حاجتين، نيرسنج كير بلان بنعملهم، بنعمل الايه البرينسيبل، العين الدبريشن بنستخدم معاه ايه في البرينسيبل، والعيان اللي هو مانيا بنستخدم معاه ايه، العيان اللي هو المانيا بنعمل ايه، نيسيسيتي موتور اوف نيسيسيتي اوف موتور اند سنسوري ستيميليشن. ماشي.
طب والحين الدبريشن بنعمل معاه ايه؟ قولوا لي بقى، قولوا لي بقى في صندوق الوصف هنعمل معاه ايه. انا كده خلصت المحاضره، اي حد عنده سؤال هيبعتهولي، وهنعمل بعد كده هجمع الاسئله دهيت وهنعمل بث مباشر ان شاء الله، واجاوب لكم على كل الاسئله، وبالتوفيق ربنا معاكم. اشتركوا بقى في القناه عشان لما ينزل اي حاجه يجي لكم اشعار، فتبتدوا ان انتوا تخشوا وتشوفوها. انا حبيت ان انا اعمل لكم على اليوتيوب، لان لما جيت اعمل على التليجرام في ناس مش عندها التليجرام، وفي ناس الموبايلات بتاعتها مش هتقدر تنزل الحاجات، هتاخد مساحه كبيره، الموبايل بتاعها مش مستحمل المساحه اللي تنزل عليه محاضره او كده. فده بقى هيبقى صفحة هي كل الناس عندها اليوتيوب هتقدر ان هي تخش عليه وتشارك. هنزل لكم الهيومن ريليشن ان شاء الله باذن الله، محاضرة الهيومن ريليشن. المحاضرة دي خدوها وذاكروها، واي اسئلة تبعتوها لي في صندوق الوصف تحت، وانا هبتدي ايه اعمل لكم بعد المحاضرة دي، وممكن محاضرة الهيومن يبقى محاضرتين، اجمع الاسئلة دي واعمل لكم بث مباشر. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. شكرا، السلام عليكم.